كل يوم الثالث التوالي على الإضاءة في معركة الأمعاء الخوية كما سميتها. لحد الساعة بالنسبة للأعراض اللي كاين عندي هو أنه عندي انخفاض في في في, في ضغط الدم، كما أن يعني الصحة ديالي ولله الحمد لحد الساعة راه باقي مستقرة، ولكن في القادم من الأيام ما نعرف. ولكن ما أصر عليه هو أنه سأبقى مضربا عن الطعام إلى أن يتم تحقيق المطالب العادلة من خلال محاسبة المدير الإقليمي لمكتبوطن الكهرباء الذي تسبب في وفاة العديد من الأشخاص، كان آخرهم أخي رحمة الله عليه، وذلك بتاريخ 25/11/2020 بعد مناشدتنا في أكثر من مرة، وبعد أن خذنا أن راسلنا أكثر من مرة. والغريب في الأمر والذي دفعنا كساكنة ودفعني كشخص أن أضرب عن الطعام هو أن هذا المدير يزيف الحقائق ويدلسها عكس ما هو واقع، بحيث أنه كيدعي بأن الأسلاك الكهربائية كانت قبل ما تشيد المنازل، بينما أي معاينة ولا أي خبرة ميدانية غادي تثبت العكس. وحنا إن شاء الله كساكنة أيضا، ساكنة اللي كان قدم لهم جزيل الشكر من هذا المنبر هذا، نتيجة ديال التآزر ديالهم والوقوف ديالهم، ونساء ورجالا كان قدم لهم واحد التحية عالية جدا، لأن كما قلت لكم أن السيد المدير الإقليمي للمكروطين الكهرباء مدلس ودلس للوزيرة ديال القطاع اللي كيسيروا من خلال أنه صدر لها معلومات مغلوطة، وهي كالتالي. غادي نحاول مستقبلا ان شاء الله من هذا المنبر ديال قناه شوف تي في غادي نفندوها بالوثائق وبالدلائل وبالحجج. السيد المدير الاقليمي كيقول بانه لم يتوصل باي خبر بسقوط الضحايا، وانا قلت له انا ذاك وغادي نقول هذا دابا ايضا من هذا المنبر، اذا كان الامر على ما يقول فهو كارثه أن يكون مدير إقليمي مسؤول على واحد القطاع اللي هو قطاع حيوي، هو قطاع الكهرباء، وما يعرفش بأن الناس كتموت من الكهرباء، فهذا مشكل عويص جدا. ثم كيحمل المسؤولية للإخبار، كيقول بأنه لم يتم إخباره لا من طرف السلطات العمومية ولا من طرف الساكنة، هذا أعتبره تدليسا خطيرا جدا وكيمس بالمؤسسات ديال الدولة والسيرورة ديالها. السيد المدير الإقليمي يقول بأن هذه المباني شيدت بعد أن تم تثبيت الأسلاك الكهربائية العالية الضغط، وهذا أيضا سنفنده بالدلائل وبالوثائق وبالحجج، بحيث أنه بالنسبة للأعمدة الكهربائية المثبت عليها هذه الأسلاك الكهربائية تحمل فيها تاريخ 2002، بينما عقد الكراء سننشرها قريبا، عقد اللي مع الشركة اللي عقد ديال درنا الضو مع الشركة باش دخلنا الضو، راه عندنا بتواريخ ديال 95، عندنا بتواريخ ديال 96، عندنا بتواريخ ديال 97، وهذا الشيء راه موثق عندنا وغادي ننشروه كاملين باش نبينوا الأكاذيب والتدليس اللي كيحاول هذا الشخص هذا يصدرها الرؤساء ديالو، وخصوصا الرئيس المباشر ديالو اللي هي وزيرة الطاقة المستدامة من خلال الجواب ديالها على سؤال رفيق مجعيد كساكنة. يعني أثار حنقنا أن المسؤول هذا الجانب الإنساني عنده مغيب تماما، كل ما يتحدث عنه هو الميزانية والميزانية والميزانية، في غياب تام الجانب الإنساني عنده كان بقوا حنا كساكنة أنه ندفع الثمن. ما زلنا إلى يومنا هذا مهددين بتقديم المزيد من الضحايا في أي وقت نقدروا، مازال الأسلاك المثبتة على عالية الضغط مثبتة على الواجهة ديال المنازل ديالنا. فلذلك ربما في مدينة الناظور هذه غادي تكون ربما هذه الثقافة ديال الإضراب عن الطعام هي ثقافة ما معروفاش هنا في مدينة الناظور، ما موجودش بزاف في مدينة الناظور، ولكن شخصيا أرى أنه بعد انسداد الأفق وبعد مجموعة من النضالات التي خضناها وبعد المراسلات اللي درناها أرى أن بعد انسداد الأفق لم يعد أمامي كشخص آخر ضحية إلا هذه المعركة التي سميتها معركة الأمعاء الخاوية. وبالنسبة للسلطات المحلية أتقدموا لهم بجزيل الشكر، لأن من خلال أثناء هذه المعركة ديالي التي أخوضها بأمانة وبصدق
لم أجد سواهم، هم الناس اللي كيتصلوا معايا، هم الناس اللي كيحاولوا على أقل حال أقل شيء يحاولون أن يثني على هذا على عدم خوض هذا المعركة هذه، وتقدموا لهم بجزيل الشكر على المشاعر الصادقة التي ديالهم أبدوها رغم أنهم ليسوا مسؤولين مباشرين على الأسلاك الكهربائية، ولكن لقربهم منا ولعلاقتهم الطيبة مع الناس وتواصلهم الدائم عكس بعض الوجوه القذرة والقبيحة اللي ما كتواصلش بتاتا مع الناس وما كتعرفش الألم ديال الناس، فكنرفع القبعة للسلطات العمومية اللي مسؤولة على حيب وعجاج، وقول لهم بأن السكينة راه كتحيي فيكم روح المبادرة وكتحيي فيكم أنكم كتواصلوا دائما مع السكينة، كما كنوجه واحد الرسالة ديالي للعامل صاحب جلالة الإقليم ناظور، وكنقول له راه السكينة ما زالت تنتظر من سيد العامل أنه يحرك هذا الملف هذا للأمانة، يعني بعد 3 أيام أعتقد أنها بدأت يعني كتظهر مجموعة من الاختلالات، حتى الكلام كان اعتذر ما نعرف الكلام ديالي كيوصل ولا ما كيوصلش، وحتى بالنسبة للضغط الدموي عندي راه منخفض، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى شي حل في أقرب الآجال لكي باش كاملين حنا كاملين إن شاء الله نرتاحوا ونحيدوا علينا هذا الكابوس هذا بإذن الله تعالى. وشكرا للسي مراسل سي سلام المراسل ديال قناة شوف تيفي. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.